لوماج فيرتوال وإيماجينير اللي عملوا رائد غنجة الدرابو متاع تونس على مونيمون في العالم الكل كيما توريفيل وتمثال الحرية كما صار في الحادثة متاع فرنسا الناس الكل تذكروا باغي وحطوا لها درابو متاعها كان نحنا دونك حاجة تفرح اللي نحنا نتفكروا رويحنا ونعملوا أوماج لرويحنا وربي فضلنا لبعضنا. يعني تصور هذوما ماهمش بالحق. ماهمش بالحق. خاطر ثم برشا مواقع خذاهم على أساس أنهم بالحق. وعملوا حتى دي فيديو كاريمون تكذب التصوير تغزل الفيديو تشك تولي تقول بالك شي بالحق. ولكن هذوما تصور كلهم عملهم بالله شكور كلهم رائد غنجة. احنا لقينا رائد غنجة اللي هو واحد من ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي واليوم حاضر معنا تسويق على رائد غنجة. اهلا وسهلا رائد، مرحبا بك. تفضل بحذانا رائد. اهلا وسهلا، مرحبا بك رائد. تفضل اقعد بحذانا رائد، مرحبا. عندك الميكرو. اولا شكون رائد غنجة؟ قبل كل شيء تقرب الميكرو تحكي لنا. باه نعرف روحي. دونك رائد الغنجة عمري 21 سنة، étudiant في ليزام كوميونيكاسيون مالتي ميديا، انا ديزاينر ويوتيوبر وعندي ديجا كوميونيتي تاع انيمي مانجا، فونداتور تاع توينس يحبوا الانيمي ونخدم. كيفاش جاتك الفكره تاع لي مونيمون هذوما؟ كيفاش لبستهم بالعلم والدرابو تاع تونس؟ باه الكلنا نعرفوا ديجا اللي بعد ما صارت الضربه تاع فرنسا الجماعه التالي لي مونيمون هذوما عملوا درابو تاع فرنسا. دونك انا البارح بعد ما ريت ستاتيو تاع واحد هبطها قال الجماعه اللي ساندوا ولا تضامنوا مع فرنسا قبل اسكو تراو في فرنسا تاو تضامنوا معانا. وقتها جيتني ليدي باش نعمل التصاور هذوما نوري اللي معناها فاسون اخرى كي التهكم هو كيفاش اللي احنا معناها تضامننا معاهم وفما حد تضامننا معنا. بتعرف انه التصاور نتاعك داروا في بخلاف فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي مشاو حتى دي سيت معروفين نقلوا على اساس انها حقيقه، يعني كانه صارت الحكايه في بالك الحكايه هذه ولا في بالي؟ وديجا معناها تصدمت منها الحكايه، خاطر بالنسبه للجماعه اللي معايا في بروفيل يعني معايا يعرفوها اللي هي انا قصدت بها باش نوصل نتاع اللي صحيح احنا نساندوا في غيرنا اما غيرنا ما يساندش فينا. اما كي تبارتاجيت برشا وصلت عبيد اللي ما يعرفونيش ولا يصدقوها، خاصه كان واحد ما عندوش فكره على. اما الاثر كان ايجابي، نحب نقول لك انه الاثر كان ايجابي جدا وانه العبيد فرحت برشا، ويعني حتى هي مش صحيحه لكن تم هكا نخوه واعتزاز والعلم معناتها يتشاف بطريقه اخرى. ايوه جوستومون. تصفيقه كبيره على رائد، يعطيك الصحه. هاكم تشوفوا العملية سهلة برشا، يعني إل سيفي أن جون تونيزيان ورا الكلافيي نتاعو يجم يغير طريقة نظرتنا للأمور. المرة هذيا باش نحاربوا الإرهاب بالجيمينغ، باش نحاربوه بجميع أنواعه. المرة هذيا فما إيفينمون صار ديغنيغمون في الحمامات أورغانيزي باغ انتيلاق وين حكاو عملوا دي كونفيرونس دو بريس كبيرة وحكاو على الديفلوبمون دو جو فيديو في تونس. جابوا دي بوات توانس زيتو، جابوا حتى عباد كاليفيه من برا باش يحكيو، اي معناتها بروجي كبير برشا وحاجه باهيه برشا انه نجم يخلق مواطن شغل برشا، مواطن معناتها مواطن شغل ولا في تونس حاجه باهيه برشا. لكن لو تخو سي كو انه خموا برشا على شيل انترناسيونال اللي هو مارشي كبير ومحتل من برشا شركات كبار، ما خموش في الانفستيسمون في تونس. صحيح باش نخدموا برشا عباد وكل كوميونيتي المام في تونس لي جيمر توانس ما تمش معناتها يخموا فيهم بالقدا. نخليكم مع بعضنا في الانترفيو نتاع السي او نتاع انطلاق. مرحبا بكم ضياء بالضيفه، دونك جو ماناج ليكيب انطلاق الجيمنج. وفات الفكره نتاعنا اون فولي نو معناها ميتر دو لا لوميير سور ان سوجي ديكالي اللي هو لو جيمنج. علاش لو جيمنج؟ تو سامبلومون باسكو لي شيفر في العالم كبار برشا. ان شيفر تقال في الكونفرنس نتاعنا بار اكزومبل تاخذ ليكزومبل نتاع بلاد جيراننا اللي هما مالطا، 500,000 ساكن، 10,000 موطن شغل في السوجي نتاع الجيمنج. Donc, nous pensons qu'il faudrait créer un think tank autour de ce sujet, un axe de réflexion, le privé, le public, les investisseurs, les universités, l'arbitre de l'école, qui est à la réalité de l'Ouada, les Fitounes, les Houloud ou le Machek, et on s'est projeté dans le futur, et il y aura un après. Event gaming اللي كان عنده اون ريوسيت انتريسونت معناها لو ماردي 17. اخترنا 4 ستارت اب كي فون بارتي دو بورتفوي دو انتيليير بور كيل
un contact avec le monde industriel, avec le monde de B2B, avec les visiteurs à la fois tunisiens et les délégations internationales, pour montrer les talents en innovation pour les sociétés et les start-up. Donc on va continuer notre travail pour que les start-up réalisent leur business plan et vont vers l'international. هذه هي توني روبوتس 2015. غادي نحضروا في دورة جديدة مع شباب يحلم في تونس, تحلم بغد أفضل, واللي مش يسمع هو الشباب متاعها. دراكو جو بونس اللي لديهم ديجا هو ثاني أكبر إيفينمون في نورث أفريكا بعد إيفينمون في المغرب. هذه حاجة باهية برشا, أنا سورتو تشرف البلاد. وجو بونس زاد اللي عندهم لي كاليفي اللي يربحوا يمشيوا يلعبوا حتى ليشيل انترناسيونال. اي عندنا عمناو الجماعه اللي شاركوا في اوروبوت. اوروبوت سان كونكور يصير على ليشيل اوروبيان, احنا اون لادوبت, ولي فيناليست نتاعو اللي يربحوا يمشيوا عملوا مشاو لسويسرا باش يلعبوا في لي فينال في سويسرا. شنو يعني التصفيات, شنو هي اللعبه؟ ما فهمتش انا يعني شفت حاجات تتحرك, حاجات تطلع, حاجات تطلع. انا على غالب كبير في العمر, الحكايه هذه فايتتني. كيفاش يصير جوستمون به الكونتوني نتاع الجورني؟ هو يتقسم دو كونكور. عندنا كونكور جونيور اللي هو حكيت عليه مريم من 7 ل 17 ans, فيه دو بارتي, بارتي تشالنج و بارتي اتيليير. باه, والكونكور الثاني هو الكونكور, هو اسمه الكونكور 2 افروبوت. افروبوت هو كونكور كاي تشارج نتاعو ان شاء الله تهبط لو 1er ديسمبر على سيت اوفيسيال tunirobots.org. تهبط كاي تشارج لي بارتيسيبون من تونس الكل, من لي زيكول دانجينيور الكل. لازمهم يعملوا روبو كونفورم للكايت شارج هذاك, وبعد يلعبوا به كونتر بعضهم. فما كونتاج دو بوان, فما دي تاش بارتيكولير لازمهم يعملوهم باش ينجموا يربحوا. مي يا با كو لي كونكور, معناها فما دي تشالنج, فما تشالنج دو 24 اور. يجيو لي بارتيسيبون ما عندهم حتى فكره على شنو باش يعملوا, يعطيهم الكايت شارج وقتها وعندهم 24 اور باش يعملوا, يطلعوا ان روبو كي كونفورم الكايت شارج هذاك. مش بي روبواتكم الكل صغيرات؟ انا ديرنيرمون شفت فيديو نشفتها ولا فيها امريكان مش يلعبوا ضد شبابنا, اما بروبويت كبار بالحق كيما جراندايزر هكا. احنا في روبويتنا صغار, مش بينا محقورين معناتها. علاش روبويت صغار؟ معمولنا روبويت بلانديك بشويه 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 بشويه, روبويت صغار, وان شاء الله لي جينيراسيون اللي يجيو بشويه بشويه ونوصلوا روبويت البلانديك الكبار ونتنافسوا مع امريكا ومع جابون. ديجا تيم نتاع لافروبوت نتاع الكاي تشارج اخترنا تيم باش يبعد شويه على البارتيكولي, باش اخترنا تيم الميليتير, معناها الماب عباره على حرب انتر لي دو روبوت, ان تيران دو غير. لي دو روبوت يهبطوا يعملوا دي تاش ميليتير, ياخذوا على كي يعملوا لي تاش هذوك بالصحيح ياخذوا دي بوان, و فما كونتاج دو بوان, فما دي زاربيتر, فما جوري, فما كل شيء. كيما باغ اكزومبل دي زامورس دي بومب, ولا يهزوا دي ميديكامون من كون لكون, وفما دي باتاي, معناها قاعد النيفو يطلع من عام لعام. وديجا سنا في تيني روبوت حبينا ابار لو فيت انه الروبوتيك سي جو كومبيتيسيون وكل شيء, حبينا نشوفوا كيفاش نجموا نستغلوا الروبوتيك باش نحسنوا حاجات في حياتنا احنا, معناها الاسبي سوسيال نتاع الروبوتيك. عملتوا لي احسن يعني للفقره المواليه, بما انه نحكيه بالضبط على ساحه حرب, على عباد تعمل في دي بوان, وهذا الكل موجود في ان جو فيديو. جو فيديو هذا اسمه كال اوف دوتي بلاك اوبس 3, ديجا هبط جمعتين التالي. جو عمل بوز برشا, كال اوف معروفه بالكدا, ان جو اف بي اس فيرست بيرسون شوتر. تعرف شنو معناتها فيرست بيرسون شوتر؟ ولا ما نعرف. ما عندك حتى فكره؟ باش عليك كونتر سترايك, ما لعبتش كونتر سترايك؟ جامي. هذا جو معناتها قديم قديم على الاخر. الوغ لو جو هذا هبط ما عندوش برشا, عمل له بوز, عنده فان كوميونيتي كبيره برشا. ليكم توا ان بتي ريفيو على الجو هذا. السلام, مرحبا بكم, معكم دراكو, نتقابلوا اليوم في حلقه جديده من تونيفيزيون لايف 2. والمره هذه باش نحكيو على جو ما عندوش برشا. جو هذا اسمه كال اوف دوتي بلاك اوبس 3. جو هذا ديسپونيبل سور بليزيور بلاتفورم, بي اس 3, بي اس 4, اكس بوكس 360, اكس بوكس 1, اي بيان سور سور بي سي. لو جو تالمون لي ميسيون نتاعو باهين وطويل, وسورتو افيك لو مود زومبي نجم يخليك نهار كامل تلعب في الجو هذايا من غير ما تفدو الا تقلق. كال اوف دوتي بلاك اوبس 3 كومبوزي دو 11 ميسيون, كيل كو سوا مهمات جويه والا ارضيه. لكن قبل ما تبدا كل ميسيون عندك ان هيد كوردس بريفي, ومتنجم تختار الارم نتاعك, نجم تختار اللوغو نتاعك, نجم تعمل ابجريد للارم نتاعك, والا تحطو كاستمايزابل, والا تزيد دي بوان لي سبيشال سكيلز نتاعك. ولاول مره في كالف دوتي تنجم تختار جنس البيرسوناج اللي تلعب به, كيلك سوا ذكر والا انثى. لهنا وين الاناث يمشي يلعبوا رول كبير برشا في الجو هذايا, اللي عمرها ما صارت في لي زيديسيون بريسيدونت. في الميسيونات اللي تلعبهم ولا بالتحديد في الكومباني, تنجم تلعب وحدك كيما تنجم تلعب معاك ثلاث عباد اخرين بيان سور اصحابك. الكونسول اللي تلعب عليه بيان سور باش يعتبر انك بيرسوناج واحد قاعد تلعب, لكن بيان سور كي تلعب
تلعب مع برشا اصحاب وخلينا يسهلوا لك برشا الميسيون تاعك. لي ماب لهنا اللي نلعبوهم في الميسيون اكبر برشا من لي زيديسيون بريزيدونت واي حاجه متراها بريسك تنجم تمشي لها. لي ماب هما تلمو كبار ان ما تنجمش تعمل جيستيون نتاعهم كل وحدك جوست كي يبدا معاك انا مي ولا دوز امي تنجم تاخذ دوميناسيون توتال على الماب هذيك فاسيلمون اللي يخليك تنجم تجي على جنب الانمي وتقدروا والا تجي من تالي وتقدروا. ستوري لاين نتاع كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 ياسر طياره وسورتو البلايص نتاعها تنجم تبدا ميسيون في بقعه معينه وتكملها في بلاصه اخرى كومبليتمون ديفيرونت. لهنا وقت اللي تكمل 11 ميسيون تاع كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 العباد النورمال اللي كنت تقتل فيهم وليو زومبيات تولي اون ديري قاعد تلعب في زومبي ابوكاليبس. الكونسيبت بيان سور ياسر فاسيل وياسر ايزي انك لازم كل تقتلهم كلكو سوا بهيد شوت والا كراتش انيوير لكن سا ريست تري اميزون و تري فان ا جوي. Alors voilà, c'était un petit review sur Call of Duty Black Ops 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à tunivision.net/live. Sinon, on vous dit à la prochaine. Bye bye. من هنا لآخر سيزون مش نتغرم بالحكايات هذه ومش ترسل لي نشري بلاي ستيشن 4 4 برشا قاعدين يبعثونا على الفريكونس نتاع تلفزة تي في سهل برشا. الفريكونس هي 10930 اوريزونتال 10930 اوريزونتال ومن بعد تلقى 27500 هذيك للتعديل والامور الافقي والعمود. نذكر بالليزيشيونس دونك ثم كونفرنس دو بريس قريبه عملناها الجمعه اللي فاتت احنا خلطنا عليكم ايه؟ ثم الكاي تشارج يهبط ل 1 ديسمبر لو 2 لو 1 افروبوت ولو 2 نتاع جونيور ولو 24 افريل ان شاء الله ليفينمون. نستناكم ترجعوا لنا بشكون فيز مع الروبوات ايتترا ايتترا امورنا واضحه احنا نتبع ونجيبوا روبوات المره الجايه ان شاء الله نجيبوا روبوات المره هذه جبناهم هما حيين نجيبوا نسخ سير بلاس عارف اي باهي الفكره نجيبوا نعملوا عركه سير بلاس نجيبوا الماب ونعملوا عركه جيبوا لنا ماب وامور واضحه نعملوا هكاك وانت جيب لنا نهار بلاي ستيشن خلينا نعملوا طرح نعملوا طرح اوكي ايكيب توني فيزيون كونتر لي انفيتي ولا ضد بعضنا ولا نترينيو لي ترينيو لي تون اسمع جيب تيكن 3 بيه تونجي بول كفايه هي بري هيستوريك وجيب تيكن 3 تشوف كيفاش الحكايه.